هو في آية بتقول اذهبا إلى فرعون النهضة أخرى، وجه في تفسير ابن كثير معنى الآية دي أي تمرد وعتى وتجبر على الله وعصاه. فهل ده راجع من حركة لنت من فرعون كان بيكون نفسه كإله فكان بيؤثر عليه العدل وهكذا في طيب شكرا أصدر الآية. الحقيقة هذه رواية دينية عن الموضوع، لأنه يعني مرة أخرى نأتي إلى المشكلة الكبرى في يعني قضيتنا يعني كمؤرخين. نحن لا نأخذ بالديانة العفو بالرواية الدينية عزيزي كمؤرخين، نحن نأخذ برواية الآثار. فرعون هذه رواية موسى وإلى آخره، وإحنا للأسف يعني أخبرك بشيء، للأسف لم نجد أي أثر لموسى في مصر يعني أثريا، فنحن لا نملك حقيقة، لا أستطيع أن أذهب معك في النقاش. أنا أمامي يعني آلاف من النصوص، لم نعرف موسى ولا يوسف في مصر، إنما هاي رواية عبرية لا نعرف من أين أتت، يعني أعذرني. فأنا لا أدخل برواية دينية حتى أحاكمك، ولكني أقول لك أن الصورة التي دونتها الآثار كانت صورة جيدة عن عدالة الفراعنة. اسمع